أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن الخطة النهائية لتطوير سوق المنام القديم، متوقعا أن يدخل المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري 2017. وقد أكد الوزير الزياني خلال جلسة موسعة ومؤتمر صحفي أن الخطة التطويرية الجديدة تهدف إلى توفير كافة المتطلبات للسياح والزوار لهذا المرفق الحيوي السياحي العريق. فيما صرح الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أنه تم عقد اجتماعات ولقاءات تفصيلية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إجراء ورش عمل مع مجموعة مختارة من التجار لمعرفة متطلباتهم. كما أكد رئيس لجنة السوق القديم خالد الزياني أن الاستثمار في المشروع سيكون استثمارا للمملكة التي عرفت بعراقتها وريادتها في التجارة. الخطة النهائية لتطوير سوق المنام القديم والتي عرضت من قبل المستشار المعين لهذا المشروع، وتم اعتماد الخطة مبدئيا، وراح إن شاء الله ننتقل إلى المرحلة القادمة وهي المرحلة التفصيلية اللي راح يستعرض فيها الميزانيات والمدد الزمنية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع. طبعا هذا المشروع ابتدى بالتوجيه من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في أحد زياراته إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهذا مطلب كان قديم من زمان أن التجار في سوق المنام القديم يطالبون بتجديد وإحياء المنطقة. الاتجاه اللي أخذناه أن احنا نخلق من سوق المنام القديم إن شاء الله مقصد سياحي. في خبر آخر، بلغ حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من هذا العام 2017 بلغ حوالي 289 مليون و956 ألف و209 دنانير، وقد ارتفع حجم التداول العقاري في البحرين بزيادة تقدر بأكثر من 8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2016. هذا ومن المتوقع أن يتم إقرار قانون التنظيم العقاري خلال شهر لتشجيع الاستثمار العقاري وتسهيل مهام المطورين العقاريين وتشجيع الحركة العمرانية. وقد أكد مراقبون أن قانون التنظيم العقاري سيغير خارطة السوق العقارية في البحرين وسينعش السوق العقاري ويحفز المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب على ضخ رؤوس الأموال في قطاع العقارات. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية أستاذ ناصر، ما هي برأيكم الأسباب الرئيسية وراء الزيادة في التداولات العقارية في بداية هذه السنة بأكثر من 8%؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليكم بالخير مشاهدي تلفزيون البحرين. في الحقيقة أن التقرير العقاري صدر من جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن نسبة التداولات العقارية في عام 2017 بتتجاوز تقريبا 290 مليون دينار بحريني، بالنسبة زيادة عن العام الماضي تقريبا 8%. العام الماضي تقريبا كان 286 أو 268 مليون دينار، السنة 290 مليون. الحمد لله تعتبر نتائج إيجابية للقطاع العقاري، ولا شك أن يعني مثل ما ذكرتوا أن القطاع العقاري في دولة البحرين تعتبر أحد أهم المحفزات الاستثمارية والاقتصادية التي يمكن للمستثمر إن كان شركة أو فرد أو مؤسسات العمل فيه بكل أريحية، وأيضا بكل نظام، بكل وجود الأنظمة والقوانين الموجودة المشجعة لها. نعم، كما ذكرتي اختي قبل شوي في التقرير ان قانون التنظيم العقاري راح ان شاء الله يصدر خلال الفتره القادمه، وهذا جانب مهم جدا جدا من النواحي اللي نقول احنا في تطوير القطاع العقاري في المستقبل ان شاء الله فيها بي. وايضا جانب هام، شنو الاسباب اللي تاتي من ضمنها الزياده في هذا النمو؟ جانب الاهتمام بالحكومه، الاهتمام الحكومي في يمكن القطاع تأتي من يعني أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد المحلي، وأيضا الاهتمام المباشر من قبل سمو رئيس الوزراء وسمو العهد بهذا القطاع من خلال استحداث القوانين الجديدة، وأيضا من خلال إعادة القوانين القديمة أو إعادة تجديد القوانين القديمة بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة للقطاع العقاري إن شاء الله. نعم، وما هي توقعاتكم لمعدلات نمو التعاملات العقارية خلال العام الجاري 2017، وهل ستتخطى حاجز المليار دينار؟
الحمد لله احنا على مدى 3 سنوات من 2015-16 واليوم في 2017 توقعاتنا دائما يعني في محلها، وان شاء الله بتكون توقعات في محلها. في 2015 كنا نتوقع 1.2 مليار، في 2016 توقعنا 1.1 مليار، في 2017 ما نتوقع اقل من 1 مليار بعد، تكون على الرغم من الاحداث الاقتصاديه الموجوده في دول العالم كلها، وهناك في نوع التباطؤ في بعض العقارات. لكن في مملكه البحرين الحمد لله عندنا عوامل مشجعه، ومن ضمن اهم العوامل المشجعه ان الاستثمار العقاري له مردود ايجابي بالنسبه للمستثمرين في كل المستويات، المستثمر كان مطور عقاري او مستثمر فردي او مستثمر شركات. نعم. فمتوقعين ان شاء الله على نهايه سنه 2017 بعد ما تقل عن 2000 مليار ومليون دينار تقريبا في بتكون الحلول فيها دي. واحنا ان شاء الله جايين في المرحله القادمه على معرضين عقاريين، هذه محفزات ايضا لان احنا القطاع العقاري في مملكه البحرين في معرض الخليج، معرض اللي جاي ان شاء الله معرض بايبكس، وهذه المعرضين العقاريين تعتبر يعني احد اهم المعارض العقاريه تكون في البحرين، وتعرض فيها العقارات تقريبا توصل اكثر من 750 مليون دينار بحريني، وفي المعرض او احيانا توصل الى 1 مليار دينار بحريني. هذه فهذه مؤشرات الايجابيه للقطاع تاتي في الوقت اللي احنا نقول نعاني فيها من انخفاضات التداول، وليس انخفاضات في اسعار الاراضي، الاسعار الاراضي واسعار العقارات نفسها موجوده، وعلى الرغم من الانخفاضات عندنا السنه نسبه زياده 8% ولا الحمد حسب التقرير ربع سنه وصادر من جهات المساحه والتسجيل العقاري. نعم، رئيس مجلس اداره جمعيه البحرين العقاريه ناصر الاهلي، شكرا جزيلا لك. والان نترككم مشاهدينا مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجيه والعالميه.